مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في عدد جديد من برنامج ما وراء الحدث، نخصصه اليوم لدعم المملكة المغربية المتواصل وغير المشروط للشعب الفلسطيني. فبتعليمات سامية بدأ المغرب عملية إنسانية تهم توجيه مساعدات غذائية عن طريق البر لفائدة السكان الفلسطينيين في غزة ومدينة القدس الشريف. لمناقشة محاور هذا العدد يسرنا كثيرا أن يكون معنا من مراكش الدكتور محمد الغالي، وهو عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة. أهلا وسهلا بك دكتور معنا، كما يسعدنا أن يكون معنا من الرباط الدكتورة ليلى ارطمات، وهي أستاذة العلاقات الدولية بجامعة الحسن الأول بسطات. أهلا وسهلا بك دكتورة معنا، ويسرنا أن يكون معنا من الرباط كذلك الدكتور عصام العروسي، وهو أستاذ العلاقات الدولية وخبير في تسوية النزاعات. أهلا وسهلا بك دكتور معنا. بداية نربط الاتصال مباشرة بنوفل العواملة موفد قناة ميديا ان تي في إلى معبر كرم أبو سالم. أهلا بك نوفل، نعرف أنك متواجد الآن بالقرب من معبر كرم أبو سالم، هل لك أن تطلعنا أولا على آخر التطورات المتعلقة بتسليم المساعدات الإنسانية التي أرسلها المغرب اليوم لأهلنا في فلسطين؟ مساء الخير جوهرة، تحية لك لضيوفك الكرام والأستاذ الغالي والأستاذة ليلى والأستاذ العروسي. يعني بالفعل اليوم بكل صراحة يوم مشهود بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لأنه استثنائي. اليوم كانت مساعدات قدمت من المملكة المغربية بحمد الله بفضل الجهود الحثيثة وأيضا التعليمات الملكية السامية لتوجيه هذه المساعدات لأهلنا في قطاع غزة. لم تستغرق الأمور أكثر من 48 ساعة، تمكنت القافلة من الوصول إلى معبر كرم أبو سالم على الحدود المتاخمة لقطاع غزة. 9 شاحنات انطلقت عبر البر، قطعت مسافة تزيد عن 200 كيلومتر لتصل لذلك المعبر. كان هناك فترة صحيح من الانتظار على مستوى المستودعات الخاصة بالمعبر، ولكن بعد ذلك نجحت القافلة بالعبور وتم نقل تلك المساعدات عبر شاحنات أخرى تمكنت من الدخول من أجل إيصالها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني الذي كان يتواجد في الضفة الأخرى بانتظار هذه المساعدات التي تأتي في وقت حساس، في وقت الكل والعالم مطلع على أن كان آخر الغيث هو أن يتم استخدام الإنزال الجوي، ولكن تلك المساعدات يعني وإن كانت مقدمة من مجموعة من الدول بما فيها حتى الولايات المتحدة، إلا أنها يعني كان هناك ظروف صعبة في إيصالها لمناطق متفرقة من القطاع. اليوم المساعدات المغربية التي تقترب من 50 طن بما تحتويه من مواد غذائية، بما تحتويه من مواد خاصة للأطفال، ونحن نعلم بأن الجوع والعطش يعني كان سببا رئيسيا في وفاة مجموعة من الأطفال في مجموعة من المناطق من قطاع غزة. في نهاية المطاف المساعدات بحمد الله توصل بها الهلال الأحمر الفلسطيني، وبانتظار أكيد أن تبدأ عملية التوزيع قريبا لتخفف من هذه المأساة وهذه المعاناة التي يعيش على وقعها ساكنة القطاع ومنذ أكثر من 6 أشهر جوارا. أستاذ نوفل، ما هي ردود الفعل التي رصدتها على وصول هذه المساعدات؟ صدقيني يعني ميديا ان تي في لديها مراسليها هناك داخل قطاع غزة، وكانوا على أهبة الاستعداد لانتظار هذه المساعدات. هناك انتظارات كثيرة، وهناك يعني توقعات بالنسبة لساكنة القطاع على أن يكون شهر رمضان، هذا الشهر المبارك، شهر للرحمة، شهر لتخفيف هذه المعاناة، وبالتالي سيكون لها أثر كبير وكبير جدا. هناك التوزيع سيتم، وكما قلت لك يعني هي مساعدات نوعية بكميات كبيرة. جسر جوي خرج من المملكة المغربية من القاعدة الجوية الثالثة بمدينة القنيطرة ليصل في هذا الوقت القياسي وعبر البر في استثناء في سبق مغربي يحسب للمملكة المغربية التي تمكنت من تحقيق ذلك، وبالتالي نتحدث عن كمية كبيرة، كمية يمكن أن تعيل يعني عدد كبير جدا من العائلات داخل قطاع غزة. ونحن نعلم بأن من ضمن حتى المساعدات هناك المياه، حليب الأطفال، أمور كثيرة جدا يمكن على الأقل أن تشكل يعني شيء إيجابي في حياتهم التي يعني اليوم تحولت إلى مأساة يندى لها جبين الإنسانية. بالتالي التوقعات كبيرة، واليوم عبر وسائل الإعلام أكيد الكل استمع وتابع، وبالتالي قد تخفف عليهم المعاناة التي يعيشون على وقعها. هذا أمر
إيجابي لأسر مكلومة، لأسر اليوم تعيش النزوح، والكل يعلم بأن كان هناك أمل كبيرة يعول على 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 الساسة أن تصفر المفاوضات في نهاية المطاف عن هدنة إنسانية لستة أسابيع، ومن ثم تكون المساعدات قد دخلت برؤية العين، وليس يعني من رأى ليس كمن سمع. شاهدنا حتى المساعدات القادمة من الجانب المصري والتي لا تعبر، يعني تعبر عبر معبر رفح، يعني اصطفاف كثيف للشاحنات، ولكن الأغلبية لا تعبر. هناك صحيح المساعدات تقدم ولكنها لا تعبر. اليوم النجاح المغربي لماذا يشكل استثناء؟ لأن هناك وقت قياسي، وعبور هذه المساعدات في اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك على أن توزع بإذن الله في اليوم الثالث، وخاصة أن اليوم يعني الحالة وصلت إلى اللا عودة كما يقال، هناك خفاض كبير جدا على مستوى المواد الأساسية في قطاع غزة، فهذه الكميات وبهذه الأطنان وبالتنوع الذي تعرفه من حيث ماهية المواد الغذائية التي تتكون منها، أكيد سيكون لها أثر كبير جدا على ساكنة قطاع غزة الذين ينظرون يعني بأمل للبقاء على قيد الحياة، وأيضا بالنسبة لأطفالهم، للفئات الهشة من الشيوخ من النساء، فاليوم أن توفر لهم الماء الصالح للشرب، أن توفر لهم مجموعة من المواد الغذائية الأساسية، فهو أمر أكثر من إيجابي، وبالتأكيد سيكون له صدى كبير جدا لدى ساكنة القطاع التي ألفت بكل صراحة، ونقولها بملء الفيه المساعدات المغربية. الكل يتذكر المستشفى الميداني العسكري، الكل يتذكر أيضا ليس ببعيد بعد الأحداث 7 أكتوبر كانت هناك قافلة مساعدات عبرت عبر معبر رفح، واليوم هذا الجسر الجوي المكون من 4 طائرات بما يحمله من مساعدات غذائية أكيد سيكون لها أثر كبير، وعلى الأقل ستخفف ولو جزء بسيط من المعاناة التي يعيشون على وقعها منذ مدة طويلة صراحة. شكرا جزيلا لك نوفل عملة، موفد قناة ميديان تي في إلى معبر كرم أبو سالم، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. أعود لضيوف الكرام، دكتور محمد الغالي أهلا بك، ما دلالات أن يكون المغرب أول بلد يوصل مساعدات إنسانية في هذه الظروف القاسية جدا عن طريق البر إلى أهلنا في فلسطين؟ شكرا أولا على الاستضافة الأخت جوهرة، رمضان سعيد للجميع، وتحية للضيفين الكريمين الأستاذة ليلى والأستاذ عصام. على أي هذه المساعدات لها أكثر من دلالة رمزية بالنظر إلى اعتبارية المملكة المغربية. أولا الملك محمد السادس هو رئيس لجنة القدس، وكذلك لا يجب أن ننسى في هذا السياق أن المملكة المغربية ترأس الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، وبالتالي هذه المساعدات التي دفعها وألح عليها هو الاعتبارات الإنسانية والتخفيف عن الشعب الفلسطيني، تخفيف آلامه وتخفيف عليه، خصوصا وأن شهر رمضان له قيمة واعتبارية كبيرة بشكل خاص في نفوس المغاربة، وبالتالي فهذه المساعدات هي مسألة مهمة بالنظر إلى سياقها. اليوم 158 يوم من الحرب على قطاع غزة من العدوان، 158 يوم من الحصار والقصف المدمر، وكذلك 158 يوم حتى الدول الكبرى التي كانت تنصب نفسها دائما بأنها مدافعة عن حقوق الإنسان وبأنها تدافع خاصة عن القانون الدولي الإنساني الذي يحمي كل الأهداف المدنية من آثار ومسببات الحروب. لاحظنا بأن هذه الدول عاجزة، ولكن المملكة المغربية ولله الحمد تتوفر على كل مقومات الاحترام والتقدير التي تجعلها أن تقوم بهذا النوع من العمليات الإنسانية في ظروف جد صعبة، حصار مطبق، حتى مصر التي تربطها حدود رسمية مع إسرائيل يصعب عليها أن تدخل المساعدات وتنقذ الشعب الفلسطيني. هذا المعبر الذي دخلت منه المساعدات المغربية هو معبر يقع على الحدود بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة، وهذه العملية للإشارة هي عملية غير
مسبوقة، مما كما قلت بأن هذا له أكثر من دلالة، ليس فقط بالنظر إلى حجم وقيمة المساعدات، ولكن أنا أقول بالنظر إلى رمزية القيام بهذا النوع من العمليات، ما كان لهذه العملية أن تحصل لولا التقدير والاحترام الذي تحظى به المملكة المغربية، بالنظر إلى جهودها دائما الطواقة إلى السلم والأمن والأمان وتقريب وجهة النظر، ودائما محاولة لعب أدوار إيجابية وليس أدوار مشيطنة. لذلك فهذه المساعدات في هذا اليوم بالذات في هذا الشهر العظيم تؤكد بالملموس بأن المملكة المغربية تقدم أفعال، تقدم أعمال، تقدم أمور ملموسة، وليس طيب فقط وصلات إعلامية هنا وهناك. دكتور أرطيمات، أنت تعرفين أن هذا المعبر كرم أبو سالم يبعد بأربعين كيلومترا عن شمال قطاع غزة. أنت تعرفين كذلك أن إسقاط المساعدات الإنسانية عن طريق الطائرات فيه الكثير من الصعاب، كإتلاف المواد الغذائية وسقوطها على سكان غزة. أنت تعرفين كذلك أن إدخال المساعدات عن طريق معبر رفح ليس بالأمر اليسير، إدخالها هذه المرة عن طريق المملكة المغربية ومن البر، ماذا يمثل في هذه الظروف القاسية جدا، ظروف الحرب اللا إنسانية وفي هذا الشهر الفضيل؟ مساء الخير دا جوهرة، رمضان كريم، شكرا موصول الأساتذة الأفاضل المشاركين في هذا النقاش. أكيد نقاش اليوم هو عبرت فيه المملكة المغربية وبدبلوماسيتها الرشيدة بقيادة جلالة الملك محمد السادس على كسر الجدار الذي ظل صامدا منذ هذه الأزمة لما يناهز تقريبا 6 أشهر أمام مجموعة من الدول، يعني كسر الجدار على المستوى البري. كانت هناك بعض الدول قدمت بعض المساعدات على المستوى الجوي، إذن المملكة نجحت بإيصال المساعدات الإنسانية وبتعليمات ملكية، وهذا له أكثر من دلالة كما عبر عن ذلك الأستاذ غالي وباقي الضيوف الكرام. إذن كما قلت تعبي المملكة مرة أخرى وبأيدي بيضاء على الموقف واستمرارية دعم المملكة المغربية للقضية الفلسطينية، على اعتبار أن جلالة الملك هو رئيس لجنة القدس، وأيضا وبتعليمات ملكية بتقديم مساعدات إنسانية تشمل جسر عبر جسر جوي يشمل 4 طائرات مكونة من أزيد من 40 طن من المواد الغذائية، وأيضا من المواد الخاصة للفئات الأكثر هشاشة، الأطفال وأيضا والنساء. ونعلم جميعا بأن منذ بداية 7 أكتوبر والحرب القائمة على قطاع غزة من طرف إسرائيل، ظل المغرب في مجموعة من المؤتمرات سواء في قمة الرياض أو قمة جامعة الدول العربية أو مجموعة القمم المتوالية يؤكد على دعم القضية الفلسطينية هو ثابت وملموس ولا يخضع للمزايدات والشعارات، كما أن عبر ذلك وعلى لسان السيد بوريطة وزير الخارجية أن المملكة المغربية وبتعليمات من صاحب الجلالة تؤكد الحاجة الملحة اليوم لوقف عاجل وشامل ودائم لإطلاق النار وضمان، تم التأكيد أيضا على ضمان المساعدات الإنسانية. إذن منذ بداية هذا الحصار هناك تم التأكيد المملكة المغربية في جل الخطب المعبر عنها في البلاغات الرسمية على تقديم مساعدات الإنسانية بدون عوائق أو تقييدات، لأننا نعلم جميعا بأن الطرف الإسرائيلي كان دائما يضع مجموعة من العراقيل على دخول المساعدات الإنسانية. نجاح الدبلوماسية المغربية ونجاح المملكة المغربية اليوم في إيصال المساعدات الإنسانية حتى قبل هذه الحرب دكتورة أرطيمات، نعم في هذه الحرب ليس فقط من حتى قبل هذه الحرب كان العبور عن طريق هذا المعبر معقد جدا، عندما نعرف كيف يتم تيسيره. حتى في ما قبل الحرب كان استخدام هذا المعبر يخضع لتدقيق وفحص كبيرين جدا دكتور، ربما يجب التذكير بهذه المسألة. في هذا السياق يعتبر المملكة المغربية من أولى الدول، ليس هو سبق فعلا سبق تاريخي يسجل الدبلوماسية المغربية، لأن دول كبرى كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبلجيكا وحتى الإمارات ومصر قدمت بعض المساعدات والأردن عبر الجو وليس عبر البر. إذا نجاح الدبلوماسية المغربية هو في استمرار وفي نفاذ وفي إيصال المساعدات عبر الهلال الفلسطيني، الهلال الأحمر الفلسطيني. إذا هذه الساعات القليلة تفصلنا على وصول هذه المساعدات
ساعدت بشكل سلس للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، سواء المتضررين في شمال قطاع غزة أو في جنوبه. إذن هذه المساعدات لها أكثر من دلالة على الدبلوماسية المغربية، وأيضا في العلاقات البينية والعلاقات الدولية والتوازنات السياسية بين جل الدول، خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تزخر بمجموعة من الإكراهات ومجموعة من التحديات والحروب. طيب، لنفهم صعوبة هذه المرحلة دكتور العروسي، وهذه الخطوة التي قامت بها المملكة هي سابقة ولكن هي كذلك ذات رمزية كبيرة، بالنظر للسياق الذي تأتي فيه وبالنظر إلى صعوبة التوصل إلى توافقات، بالنظر إلى صعوبة أن تفضي المفاوضات بين الطرفين، المفاوضات المباشرة وغير المباشرة، إلى حلول. ربما علينا أن نتحدث عن السياق الذي يأتي فيه هذا السبق دكتور. أولا رمضان كريم أستاذة جوهرة والأستاذ الغالي أستاذة ليلى. حقيقة أن هذا السياق هو سياق معقد جدا وصعب. الدبلوماسية المغربية وإن كانت تقوم بأدوار الوساطة في العديد من الأزمات والقضايا، فالآن وحتى على المستوى الإنساني، على مستوى تقديم المساعدات، فشلت العديد من الدول الكبرى. وهنا أقول أن الموقف الدولي هو موقف يقاس بمدى التعنت الإسرائيلي، بمدى الرفض الإسرائيلي لكل أشكال التنازلات والمفاوضات، وأيضا تعد الوصول إلى حل أو تسوية سياسية ممكنة. المغرب في كل هذه العتمة أو في ظل هذا الوضع الصعب والمعقد والذي بطبيعة الحال يعني أقول أنه يكرس وضعا إنسانيا مأساويا بكل المقاييس، نتحدث عن شعب جائع، نتحدث عن شعب يقتل يوميا، عن شعب جريح، نتحدث عن الآلاف من القتلى، من الجوع، نتحدث أيضا عن ظروف غير إنسانية في المستشفيات، وعن الموت الذي يتهدد والمجاعة التي تهدد الملايين من الفلسطينيين. في ظل هذا الوضع، المغرب استطاع وبحركة دبلوماسية ودينامية جدا قوية، وطبعا الظرفية الآن ونحن في شهر رمضان هي جد هامة، وخاصة أن المرور عبر البر يعني ما يعني من عدة أطار ومن عدة أيضا معاني يعني عميقة جدا. الوصول عبر البر يعني أن المغرب هو البلد الوحيد الذي استطاع أن يمر عبر معبر يعني أبو سالم، وهذا المعبر يعني تعتبره إسرائيل بمثابة يعني معبر غير قابل للنقاش، ورفضت مئات بل آلاف من المساعدات القادمة من مصر من شتى الدول العربية عبر البر. والأمر الذي لجأت إليه الدول الكبرى إلى اللجوء إلى 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 يعني إلقاء المساعدات جوا. هذا المكسب الأقول هو سوف يدمر جراح الفلسطينيين، سوف يعطي فسحة أمل عميقة جدا وبارقة أمل للفلسطينيين، حتى يمكن أن يعني يعيشوا أو ربما يجدون على الأقل يعني فرصة للعيش وفرصة للحياة، هي فرصة وجود، فرصة حياة. المغرب أيضا يستثمر على مستوى يعني العلاقات الإقليمية، وعلى مستوى أيضا العلاقات الدبلوماسية، على مستوى يعني المنظمات الدولية ووجوده القوي في يعني في العديد من الهيئات، وكذلك أيضا قدرته على القيام وليست المرة الأولى بدور الوساطة. وهذه الحمولة لا يمكن أن نستثني تلك الحمولة في الخطاب الذي حمله صاحب الجلالة الملك محمد السادس من خلال اللمسة الإنسانية، من خلال ترأسه لجنة القدس، من خلال أيضا دور بيت مال القدس الذي يعتبر الذراع الأساسي لمنظمة التعاون الإسلامي. المغرب يقوم بهذه الأدوار ويحاول أن يقدم الجانب الإنساني والشق الاجتماعي، وربما أعتقد أنه حتما المغرب نجح في هذه الخطوة، ونتمنى أن تكون هذه بداية تقديم المساعدات ويعني للفلسطينيين هو بداية وليست نهاية الأزمة.
طيب المغرب دكتور الغالي الذي يعبر في كل مرة عن ثباته في دفاعه عن القضية الفلسطينية هو حاضر هذه المرة عن طريق المساعدة الإنسانية، وعندما نقرأ بين سطور بلاغ وزارة الخارجية ندرك تماما أن المغرب يبقي عينا حذرة وفطنة على ما يحدث في المنطقة. هناك حرب أي نعم مدمرة في غزة، ولكن الوضع ليس سهل في الضفة الغربية، وهناك مسألة جوهرية بالنسبة للمملكة وجوهرية بهذه القضية الإنسانية، وهي دعم المقدسيين. بيت مال القدس كذلك حاضر في هذه المساعدات، ما أهمية أن ننتبه كذلك إلى تعقيدات المسألة الدكتور محمد الغالي، وأن لا ننسى أن هناك مقدسات وهناك أهل في القدس يجب مراعاة ظروفهم ومساعدتهم على المرابطة والحفاظ على مقدسات المملكة والمآثر الإسلامية فيها. على أي لابد من الإشارة إلى أن الوضع اليوم ليس مسبوقا، الوضع جد معقد، لم تشهد لا قطاع غزة والأراضي الفلسطينية الأخرى خاصة الأماكن المقدسة هذا النوع من هذه الأزمة المطبقة التي أثرت بشكل كبير على الوضع الاعتباري وكذلك الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالنسبة لكل الفلسطينيين ومنهم المقدسيين. من دون شك أن هذه المساعدات شملت كذلك دعم المقدسيين من خلال مساعدات برسمية بوجبات إفطار، وكذلك من خلال مستوصف متنقل لدعم حتى فحوصات طبية لهؤلاء المقدسيين ومساعدتهم على الصمود، لأن الحرب هي حرب متعددة الأبعاد ومتعددة الأشكال، مثلما هناك قصف على الفلسطينيين في قطاع غزة فكذلك هؤلاء المقدسيين حياتهم في خطر، يتعرضون للتهديد وللمضايقات اليومية من طرف الإسرائيليين، وبالتالي كذلك هذه التفاتة المملكة المغربية خاصة سواء من خلال بيت مال القدس وكذلك حتى من خلال دعم مؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تلعب هذا النوع من الأدوار المهمة والأساسية، وبيت مال القدس الذي يتوفر على تجربة مهمة وأساسية، تجربة حوالي 3 عقود. هذا البيت بيت مال القدس تأسس سنة 1998 وهدفه وهو دعم المقدسيين على الصمود وكذلك حماية التراث الإسلامي، وكذلك في هذا الباب حتى تكون قادرة على مواجهة كل مخططات التهويد وغير ذلك. لذلك فلا شك في أن الوضع هو وضع جد معقد، ولكن مع ذلك المملكة المغربية فهي تعودت أن تتعامل مع كل ظرفية بما يلزم من الإجراءات والدبلوماسية اللائقة والمناسبة. من دون شك لا أحد كان يتصور بأن هذه المساعدات ستجد طريقها بكل إنسيابية لولا المجهود الدبلوماسي الكبير، وكذلك كما أشرنا المكانة الاعتبارية للمملكة المغربية في إدارة وتدبير هذا النوع من الأزمات، نشير إلى أن هذه أزمة جد معقدة، ومسألة إدارة وتدبير الأزمات تحتاج إلى قدرة وتحتاج إلى مكانة وتحتاج إلى إمكانيات سياسية واقتصادية مهمة وأساسية. لاحظنا كما أشرنا مسبقا بأن دول عظمى كبيرة كان فقط المنفذ الوحيد بالنسبة لها هو إلقاء المساعدات جوا، وأشير بأن المملكة المغربية في يوم الاثنين حوالي 24 ساعة قامت بدورها في هذه العملية الجوية من خلال 4 طائرات مروحية التي قامت بإنزال مساعدات إنسانية لأهالي غزة، دون أن ننسى كذلك في أكتوبر من هذه من 2023 المملكة المغربية
كذلك قدمت مساعدات مهمة عبر معبر رفح، وبالتالي فهذه العملية التي تقوم بها المملكة المغربية هي ليست عملية فقط غير مستمرة، ولكن يظهر بأن المملكة المغربية تحمل هم الفلسطينيين وتقوم بما يلزم من خلال مساعدات بطبيعة الحال مستمرة، وكذلك من خلال أشكال أخرى من أجل التخفيف على الفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو بالنسبة للمقدسيين في التراب الآخر. ودائما نفس الرسالة ونفس الهم، أن تبقى القضية الفلسطينية قضية حية وبطبيعة الحال في إطار تحقيق المشروع السياسي وهو حل الدولتين. طيب، عندما نقرأ في ردود فعل طبقة سياسية دكتورة رطيمات على هذه الخطوة المغربية، كلها تؤكد على أن تكون هذه التجربة ملهمة، ولكن لتكون نموذجا ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الدولة التي تستطيع أن تكون ثانية بعد المملكة المغربية في إيصال المساعدة برا؟ هدفنا من هذا السؤال هو أن نوضح مدى تعقيد الوصول إلى هذه الخطوة دكتورة رطيمات. بالفعل، لأن بالفعل هي عملية جد مهمة أقدم عليها المغرب بتعليمات ملكية سامية، ولكن لا ننسى بأن الوضع الراهن في فلسطين عموما وخاصة في قطاع غزة هو الوضع جد صعب، فضلا عن المعاناة المتواصلة للفلسطينيين هناك أيضا صعوبة في إيصال هذه المساعدات. إذا المسألة ليس بمسألة الهينة أو المسألة الصعبة، بل إن مسألة تدبير هذه الأزمة حتى مجرد وصول المواطنين الفلسطينيين لهذه المساعدات ليس بالأمر الهين. إذن فعلا، لأن ما عطفا على ما تفضلت به دكتورة رطيمات، نعرف أنه حتى قبل الحرب هناك بعثة للاتحاد الأوروبي مكلفة بالتدخل عندما يصعب تيسير العمليات التي تتم في هذه المعبر، وهنا كذلك نرجع إلى صعوبة أن تتدخل البعثة في ظروف كهذه دكتورة رطيمات. لذلك يبدو واضحا العمل الجبار التي قامت به الدبلوماسية المغربية من أجل أن توصل المساعدة الإنسانية إلى شعب يباد جماعيا اليوم باعتراف العالم. بالفعل، اسمحي لي أخت جوهرة أحيل على إشارة مهمة في اتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني، ولو أن الحرب الراهنة اليوم لأزيد ما يقارب 6 أشهر، لن نعد نتكلم عن القانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني، هناك تجاوز للشرعية الدولية. ولكن المهم والجد مهم في الدبلوماسية المغربية كيف يمكن تدبير هذه الأزمة أو إيصال المساعدات كبداية مهمة لفتح نقاش ومفاوضات، لأن هذه، لا ننسى بأن هذه المساعدات الإنسانية هي جد ضرورية ومهمة يتم التأكيد عليها من طرف متحدة ومن طرف جلول الدول الدائمة للسلام، ولكن لا ننسى بأنه خطوة أولى من أجل إيجاد حل سلمي متفق عليه بين الطرفين. إذا في هذا السياق المغرب ينضم إلى عدد محدود من الدول، أخص وأؤكد عدد محدود من الدول الكبرى التي شاركت في عملية إنزال جوي للمساعدات إلى جانب الأردن كما قلت، ومصر وفرنسا وبلجيكا، وأيضا أكبر قوى دولية وهي الولايات المتحدة الأمريكية. يحتاج بلغة الأرقام وبلغة المنظمات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وبلغة يعني الإنسانية بدرجة أولى، يحتاج قطاع غزة وفقا للخبراء العاملين في قطاع الإنساني أكثر من 1000 شاحنة مساعدات يوميا. إذا المساعدات الإنسانية المقدمة اليوم من طرف المملكة المغربية ستحاول تخفيف على معاناة الشعب الفلسطيني إلى حين إيجاد أو حين الوصول في القادم من الأيام إلى تسوية بين الطرفين. لا ننسى بأنه قبل 4 أشهر لم يكن الطرف الإسرائيلي يتحدث عن مساعدة إنسانية. إذا تقييد المساعدة الإنسانية، عدم دخول المساعدة، اليوم نسمع بقبول وموثوقية والثقة التي تحظى بها المملكة المغربية في الأطراف على مستوى الأطراف الدولية ودور الزعامة ودور القيادة والوساطة التي يلعبها جلالة الملك في تدبير قضية الشرق الأوسط باعتباره رئيس لجنة القدس.
طيب دكتور العروسي، أنت تعرف أن إسرائيل استخدمت التجويع والجوع كسلاح في هذه الحرب، وأن التوصل إلى ممرات إنسانية آمنة لوصول المساعدات الإنسانية هو مطلب أممي اليوم، هو مطلب أمريكي، مطلب عربي كذلك، وألحت عليه المملكة المغربية. هل هناك ربما بارقة أمل في أن تكون هذه السابقة المغربية إرهاصا أو النور الخافت على الأقل الذي يبدو لنا اليوم في آخر النفق للتوصل إلى ممرات إنسانية ثابتة لوصول المساعدة الإنسانية إلى بالنهاية إلى أناس يصومون، وهي من شعائر الدين التي من المفروض أن الكل يحترمها؟ حقيقة أن المساعدة الإنسانية وحسب وفق القانون الإنساني والحق الإنسان في الحصول على المساعدات في ظل الحرب، وهو قانون طبعا القانون الإنساني لسنة 1949 واتفاقات جنيف بخصوص القانون الإنساني تنص على كل هذه الحقوق. لكن حقيقة هناك الفضاء أو ما يسمى بالفضاء القانوني المعياري في مواجهة السياسة المتصلفة وسياسة قانون الشريعة الغاب وشريعة القوة التي تفرضها إسرائيل. للأسف أنه أصبح مطلب الوصول أو توصيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في حد ذاته يعني حقيقة أنه ربما سيكون بمثابة انتصار أو بمثابة إنجاز حقيقي، لأن ما يحصل على الأرض هو شعب أعزل، شعب يعني حقيقة أنه يعني لا يتمتع بأدنى حقوق الإنسان، وخاصة في هذه الظرفية الحالية شهر رمضان تجويع مستمر، وسياسة التجويع طبعا توظفها إسرائيل كآلة لاغتيال وقتل الشعب الفلسطيني إبادة جماعية. ما يريده الحكومة المتشددة بقيادة نتنياهو هو الاستمرار في هذه الحرب. لكن بالمقابل ما هناك دبلوماسية أيضا نشطة وهناك ضغوط دولية، والسؤال المركزي هنا إلى أي حد سوف تستطيع هذه الآلة الدبلوماسية العالمية أو الدولية منها القوى الكبرى، خاصة أن هناك ضغط أو الولايات المتحدة الأمريكية برغم تأييدها المطلق لإسرائيل، لكن هناك ضغوط تمارسها واشنطن على إسرائيل الآن لقبول على الأقل قبول المساعدات والحديث عن وقف وفوري لإطلاق النار، باعتبار أن المهمة انتهت وأن الحرب عسكريا خاسرة وسياسيا خاسرة. لكن نتنياهو يراهن على الاستمرار في هذه الحرب الإبادة كما قال في تصريحه للمجلة الأمريكية بوليتيكو أنه سوف يواصل الحرب لمدة على الأقل شهر ونصف أو شهرين لإنهاء الحرب نهائيا، وهو يعي ما يقول أن هناك مخطط أساسي يستهدف إبادة الشعب الفلسطيني عن بكرة أبيه وإنهاء هذه القصة وبداية أو تنفيذ هذا المشروع الصهيوني على أرض الواقع. أعتقد أن الدبلوماسية، أرجع إلى نقطة أساسية، أن دبلوماسية المساعدات وهذا النجاح المغربي اليوم بإيصال مساعدات لا زالت أقول جيدة وهامة ومفيدة، لكنها في على المستوى العام غير كافية. يحتاج الشعب الفلسطيني إلى مساعدة أكبر، يحتاج الشعب الفلسطيني إلى حل وأفق للتسوية السياسية، أن يجب على الدول أن تضغط على إسرائيل من خلال قبول تسوية سياسية ومن خلال أي أيضا يعني الوقوف في نهاية المطاف على اتفاق يتم بمقتضى وقف الإبادة الجماعية وبداية إيجاد حل الدولتين الذي تطالب به أيضا المملكة المغربية من ضمن دول العالم. دكتور محمد المغالي، ما تقوم به المملكة هو ديدنها في الحقيقة، الرسالة الواضحة من المسألة أنها تقول أنه لا يمكن لإسرائيل برغم جبروتها أن تستفرد بهذا الشعب الأعزل. هناك من يفكر فيه في هذه الأوقات الأليمة عن طريق المساعدة الإنسانية برا، عن طريق إسقاطها من الطائرات، عن طريق رفع صوتها في المحافل الدولية. هل يمكن لهذا أن يكون مقدمة عمل عربي مشترك يغير من المعطيات الموجودة اليوم على الأرض على الأقل سياسيا دكتور؟
الصوت لا يصلني واضحا، سنعود إليك لاحقا الدكتور. دكتورة رطيمات، هل نتخيل اليوم أو هل لنا الحق في أن نحلم بأن يمارس ضغط عربي مشترك، خاصة وأن هناك تنسيق كبير عن طريق الاجتماعات لمجموعة من الدول العربية عن طريق الاجتماعات الثنائية كذلك، هل يمكن أن نأمل في تحرك مبادرة عربية مشتركة ينضم إليها أصدقاء الفلسطينيين من أجل بلورة صيغة تمكننا من التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار؟ بالفعل هذه من أبرز مخرجات الاجتماع الأخير الذي عقد في القاهرة بجامعة لوزراء الخارجية بمصر، من أبرز المخرجات التي تم التأكيد عليها وعلى لسان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بأنه اليوم نحن محتاجين إلى مبادرة من طرف الدول العربية لكسر هذا الحصار، يعني الممارس على قطاع غزة وعلى فلسطين عموما لما يقارب 6 أشهر. إذن وفي هذا السياق أيضا هناك مجموعة من التوصيات وهناك مجموعة من القرارات وأيضا وعلى لسان وزير الخارجية تم التأكيد على ويؤكد أيضا على نقطة هي جد مهمة تم التأكيد عليها في مجموعة من الخطب الملكية السامية، وهي مسألة السلام. لا يمكن توقع أي أمن أو استقرار في منطقة الشرق الأوسط عموما في فلسطين وغيرها من الدول التي تعرف حروب وصراعات من دون منطق السلام. إذن لابد من حوار، لابد من مفاوضات، وتم التأكيد أيضا على هذه النقطة الجد مهمة في آخر اجتماع كما قلت سابقا لجامعة الدول العربية. واسمحي لي أخت جوهرة أن أؤكد على فكرة هي مهمة وفي سياق تدبير قضية الفلسطينية وأيضا وتأكيد على حل الدولتين عاصمتها القدس الشرقية، ومن بين مظاهر أيضا والتأكيد على هذه الفكرة وهو الترافع على القضية الفلسطينية. لا ننسى أن من بين مظاهر هذا الدعم ترافع عن هذه الحقوق في مختلف المحافل الدولية. وقد قدم المغرب قبل أسابيع بضعة أسابيع في عز الحرب الدائرة على قطاع غزة مرافعة تاريخية أمام محكمة العدل الدولية، دافع من خلالها عن حق الشعب الفلسطيني في نيل استقلاله وتأسيس دولته كما قلت وفقا للشرعية الدولية على حدود سنة 67. إذن ولعل ما تقدمه لجنة القدس وترأس جلالة الملك من خلال ذراعها المالي وكاتب إئتمان القدس من دعم ومساندة للصمود المقدسيين، هذا يعني أن المغرب جاهز لتقديم المساعدات على مطاولة المفاوضات في لعب دور مهم والوساطة لتدبير هذه الأزمة. وأيضا في مقابل إلى حين وصول هذا الحل وتدبير هذه الأزمة لابد من إنقاذ الجياع، لابد من إنقاذ الشعب الفلسطيني وتقديم هذه المساعدات الإنسانية، وتأتي هذه المساعدات في الوقت المناسب في أولى أيام الشهر الكريم والشهر الفضيل من أجل التخفيف إلى حد ما عن معاناة الشعب الفلسطيني. دكتور العروسي، ربما في مواقف كهذه تظهر الدول الكبرى. في الحقيقة الدول العظيمة لا تعرف بالجلابيب بل معنونة بالدول الكبرى، إنما مواقف كمواقف المملكة اليوم هي التي تصنف الدول. اليوم المغرب يرفع ربما مصباحا كهربائيا ينير زاوية كبيرة من الظلام، ألا هذا أليس ملهما للأمم المتحدة أن تفعل المادة 99، أن تعلن وقفا لإطلاق النار على الأقل إنساني في شهر فضيل كهذا دكتور؟ حقيقة غير من مرة أو في المرات القليلة التي يتم تفعيل فيها المادة 99، وهي التي تقول بدور تدخل الأمان العامة للأمم المتحدة بدعوة للاجتماع لمجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار حاسم بشأن وقف إطلاق النار فوري وعاجل والدخول في مفاوضات وتسوية نهائية لهذه الأزمة. للأسف الشديد أن نعرف التركيبة الأساسية لمجلس الأمن والتي طبعا نعلم، ولكن هذه الدول الكبرى تتواطأ ضد شعب أعزل، ألا تستحي من ذلك؟ اليوم المملكة المغربية تدخل المساعدة الإنسانية برا، هؤلاء شعب يجوع اليوم، إنها إسرائيل تستخدم هذا التجويع كسلاح في الحرب، ألا تستحي الدول الكبرى من أن تستخدم الفيتو في مأساة إنسانية كهذا؟ ألا تستحي من أن لا تستلهم من التجربة المغربية؟ نحن نريد مواقف دول كبرى، والمواقف الكبرى هي التي تصنف الدول وليس هذه العبارات الفضفاضة التي ترفعها في مواقف إنسانية كهذه دكتور. للأسف الشديد أن القوى الكبرى أو الدول الكبرى وحتى الدول الغربية أصمت
أدانها عن الشعب الفلسطيني ولم تستمع إلا صوت العنصرية وصوت التصلف الغربي الذي بطبيعة الحال انضم إلى الطرف الإسرائيلي ومن خلال تأييدي في كل المواقف. مجلس الأمن الدولي اتخذ قرار أو الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت قرار حقل الفيتو لمنع اتخاذ أي قرار لوقف إطلاق النار، وكأنها تقول للعالم دعونا نرى هذه التراجيديا الفلسطينية الجديدة، دعونا نقضي على هذا الشعب في صمت، ويعني تدعو كل العالم للفرجة وكل العالم لمتابعة الأحداث، وكأننا في فيلم سوريالي وفيلم تراجيدي يعني للأسف مؤسف جدا، أو عار بصمة يعني عار وصمة عار على جبين الإنسانية. للأسف أن في هذا الوضع، في هذا الوضع أن هذه المبادرة الملكية الملهمة تعطي درسا قاسيا للأمم المتحدة الفاشلة وهذا الدول الغربية المتكالبة على الحق الفلسطيني، أن النجاح يمكن أن يكون من خلال تقديم المساعدات وإيقاد شمعة مضيئة للشعب الفلسطيني. دكتور محمد الغالي، في المقال الذي أشار إليه الدكتور العروسي وكان في حقيقة تصريحا لنتنياهو الذي قال إن النصر قريب، هي المملكة المغربية ترد عليه بأن نصره الذي يبغيه ليس قريبا، هو لم ينجح في تركيع الشعب الفلسطيني ولم ينجح في أن يستفرد به. اليوم هناك دعوة ملحة دكتور الغالي لأن تصطف الدول وتجتمع حول مبادرة واضحة تقودها المملكة المغربية، لأنها تحدثت عن المطالب الخمس منذ فترة ليست بالبسيطة للدول العربية، وقالت إنه يجب أن تبدأ الخطوات بوقف فوري لإطلاق النار. هل ننتظر إشراقة صبح قريبة دكتور في الأيام المقبلة؟ على أي الكل يتمنى بأن يكون هناك حل سريع، على الأقل يبدأ بوقف فعلي وجدي لإطلاق النار، ولكن الوضع في الميدان وكذلك بالنظر إلى مستخلصات مجموعة من اللقاءات الدبلوماسية هنا وهناك، وكذلك حتى أن الضغوطات التي تمارس خاصة على إسرائيل لحد الآن لا زالت لم تثمر، رغم على أي وجود بعض بوادر داخل إسرائيل لأجنحة على أي تساند طرح على الأقل وقف مؤقت لإطلاق النار ومحاولة فتح مفاوضات من أجل إيجاد حل بوساطة على أي مجموعة من الدول، ولكن الذي يظهر بأن الجناح المتشدد في إسرائيل لا زال هو من يتحكم في زمام الأمور ولا زال هو من يضغط، ولكن على أي بالنظر إلى مجموعة من العوامل الأخرى وبالنظر كذلك إلى بعض التصريحات يمكن على الأقل للأيام القادمة، دون أن ننسى لأن هناك عمليات دبلوماسية في الخفاء سرية قد لا تظهر على أي للعالم، وذلك خشية أن تكون ضغوطات إعلامية أو لربما تتسرب بعض الأفكار أو بعض المعلومات، ولكن الأكيد بأن الكل متفق على أن الوضع جد معقد، وبالتالي لابد من الاستمرار في القيام بهذا النوع من المبادرات الذي قامت به المملكة المغربية على الأقل للتخفيف من حدة هذه الحرب على الشعب الفلسطيني قاطبة. شكرا جزيلا لك الدكتور محمد الغالي على كل ما تفضلت به. الشكر موصول للدكتورة ليلى رطيمات وللدكتور عصام العروسي. الشكر موصول كذلك إلى موفد قناة ميديا تي في زميلنا نوفل عواملة الذي كان مباشرة معنا بالقرب من معبر كرم أبو سالم. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، نلتقي بخير بإذن الله.